السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي زمايلي وأحبابي. يا رب دايما كده موفقين وأموركم كلها ميسرة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وثقتك بسعيك بإصرارك. نصيحة سريعة كده وأنت بتذاكر، في حاجات مهمة جدا لازم تخلي بالك منها. نمرة واحد، النية. ما تنساش دايما أثناء مذاكرتك اسأل نفسك نيتك إيه قبل ما تقدم على أي عمل أو أي مسؤولية أو أي مهمة. اسأل نفسك نيتك إيه. طبعا النوايا كتيرة، وكل ما تعدد النوايا كل ما تاخد حسنات أكتر. يعني نيتك انك تفرح اهلك، نيتك انك تنصر دينك، نيتك انك تكون اقرب لربك، نيتك انك تمشي على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجة تخلي بالك منها وانت بتذاكر اسأل نفسك السؤال ده، نيتك ايه. الحاجة التانية اللي تخلي بالك منها، الوقت الجيد. لازم تختار الوقت المناسب لمذاكرتك. طب يا دكتور، بالنسبة لك هو ايه افضل وقت للمذاكرة؟ افضل وقت للمذاكرة دي حاجة نسبية بتختلف من شخص للتاني، بس بالنسبة لنا كان افضل وقت للمذاكرة من بعد الفجر لحد الظهر، وممكن تريح شوية من الظهر للعصر ومن العصر لحد الليل. دول كان افضل وقتين بتحس ان فيه مضاعفة وانجاز كبير جدا. او بصورة اخرى، افضل اوقات المذاكرة ان انت في اوقات الصلوات تكون صاحي. طول ما انت صاحي في اوقات صلواتك وتكون الفواصل ما بين مذاكرة المواد هي صلاتك، في بعدها هو ده الوقت الجيد. الحاجة التالتة، المناخ الجيد. لازم تختار افضل الاماكن للمذاكرة. لازم توفر كل الحاجات اللي انت عايزها اثناء مذاكرتك، وما ينفعش يكون في فواصل وقواطع اثناء المذاكره. يعني بلاش من التشتيت، يعني ما ينفعش اكون بذاكر والتلفزيون جنبي شغال والموبايل وبلعب على النت وبكلم اصحابي. يبقى لازم تختار المناخ الجيد. واخر حاجه، لا تستعين على رضا الله بمعصيته. يعني ما ينفعش تبقى عايز ترضى ربنا سبحانه وتعالى وانت نيتك خير انك توصل تستعين بالمعصية. يعني يكون في نيتك ان انت تغش، او يكون في معاصي تاني انت بتعملها. نظف قلبك من المعاصي يصلح الله سبحانه وتعالى دربك وينير لك طريقك. وافتكر كده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم العظيم ما يصنع. ان انت بتعمل عمل عظيم جدا. يبقى دي الرسالة اللي أنا كنت حابب أوصلها لك النهاردة. إن شاء الله كل يوم رسالة جديدة. أنا يهمني أن أنت تطمن، يهمني أن أنت تواصل، يهمني أن أنت تكمل. في يوم من الأيام هتوصل. افتكر سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصعاب اللي تعرض ليها، المشاق اللي تعرض ليها، ده لا يقارن لحظة بلحظة مذاكرتك، بلحظة اجتهادك، بلحظة سعيك. افتكر كده، كل مر سيمر، كل اللحظات الصعبة دي هتعدي، وهتوصل في يوم من الأيام لنجاح كبير بثقتك في ربنا سبحانه وتعالى. دايما معاكم يا أبطال، ربنا دايما معاكم كده، وكل يوم رسالة جديدة. فكرك دايما بحلمك اللي انت بتسعاله، شد على ايديك، اقولك واصل وكمل. انت تستحق. يوم ما توصل أهلك هيكونوا فخورين بيك. وخد بالك من ضغط الرفقاء، خد بالك من أصحابك. انت مش في صراع مع حد، ولا تدخل مقارنة مع حد. انت بتسعى لأجل الوصول لهدفك. انت نجاحك ليك. انت تحب الخير لكل الناس، بس بتذاكر عشانك مش عشان حد. انت بتذاكر عشان تفرح اهلك الناس الطيبين. يهمني ان انت تسعى وتواصل عشان في يوم من الايام توصل. افتكر لحظات صعبة هتعدي. كلنا بنحبك، كلنا نتمنى لك كل الخير، بس كل شخص بيعبر لك عن طريقة حبه بالطريقة الانسب ليه. يعني ما تزعلش من اهلك لما هم يكونوا اشداء عليك في اللحظات دي، او ان هم يكونوا بيقصوا عليك في اللحظات دي، او ان هم بيكونوا بيقللوا من مجهودك. على فكرة ارجع لنيتهم كده، تلاقي ان هم بيحبوا لك كل الخير. اهلك مش بيكرهوك، اهلك بيتمنوا لك كل نجاح وكل توفيق، وانت ان شاء الله هتوصل عشان ترد لهم الجميل ده. كمل يا بطل وواصل، باذن الله في يوم من الايام هتوصل.